وحده السلام الوطني لا يزال يجمع السوريين حكومة ومعارضة على الأقل إلى حين، معارضة يعتقد كثيرون أنها تضم جميع الطوائف السورية باستثناء العلويين الذين تنتمي إليهم أسرة الأسد، اعتقاد يحاول مؤتمر القاهرة للمعارضين السوريين من أبناء الطائفة العلوية تغييره من خلال رسالة مفادها أن الطائفة لا يمكن اختزالها في شخص أو نظام، فالقضية بالنسبة لهؤلاء ليست سوى محاولات من النظام السوري للعزف على وتر الطائفية التي تتجه إليها الحرب في سوريا. الطائفية هي طوق نجاة النظام، هو يعلم ذلك، وعلينا نحن ليس فقط أن نعي هذه الحقيقة، وإنما أن نعمل بشكل واضح وحثيث لفتح كذبة النظام. لكن المؤتمر الذي يستمر ليومين لم تقتصر المشاركة فيه على العلويين وحسب، فالقضية الرئيسية المطروحة للنقاش هي تجنب حرب أهلية يرى المؤتمرون أن النظام يمهد لها، إضافة إلى طمأنة العلويين بأن مستقبلهم مع الشعب وليس الرئيس. النظام يقود أيضا أبناء الطائفة العلوية من السوريين إلى طريق مسدود، يقودهم إلى المواجهة مع شعبهم، يقودهم إلى عكس ما هم يأملون به. إن تشويه هذا المؤتمر يصب في خانة النظام، شاءوا ذلك أم أبوا. نحن نريد أن نقول للدنيا أن الطائفة العلوية ليست ملكا للنظام، شئنا أم أبينا هناك في حالة موجودة في سوريا اسم الطائفة العلوية. المؤتمر الذي يعد الأول لأبناء الطائفة العلوية منذ اندلاع الحرب في سوريا ينتظر أن يخرج بوثيقتين تشخص الأولى الواقع السوري بعد عامين من الصراع، فيما تمثل الأخرى رؤية المؤتمرين لسوريا ما بعد الأسد.